الأهلاوية وعلاقة الناديين الأهلي والإسماعيلي في التقرير ده. الإسماعيلية فيها جزئين نصين يعني، فيها شبابها دلوقتي يعني مش عايز اقول لك بقى نصه اهلاوي، وبورسعيد نفس الحكايه بقى نصه اهلاوي. والله بكلمك جد يعني زي ما تقول الشباب بيريح دماغه، بيشوف مين الفرقه اللي تكسب ويبقى مبسوط بيها. يعني دائما ابدا بشجع الاهلي طالما الاهلي بيلعب باسم مصر بره، في المغرب، في تونس، في افريقيا، لازم يشجع الاهلي. لا، هم يبقى عايزين الاهلي يتغلب. انا مش مع الناس دول، ودول قله برضو في البلد، تعصب، واحنا بنقول لا للتعصب. فان شاء الله بقى عاملين المبادره بتاعت وزير الشباب تجيب نتيجه وبقى في لا للتعصب ان شاء الله. بص انا عايز اقول لك، احنا كلنا واحد، بس ساعه الماتش طبعا بيبقى ايه، ده بيقول ده بيشجع، كل واحد بيشجع الفريق اللي هو يعني بيشجع النادي اللي هو بينتمي ليه. معانا ناس اهلاويه ومعانا ناس زملكاويه، واخد بالك؟ بس بنقعد نقول ده كان بعد الماتش ده لعب كويس، لا ده لعب مش كويس، لا ده مش عارف ايه، لكن وفي الاخر بنقول اللي كسب برافو، واللي اتغلب نقول ارض لك وكده. يعني لازم نعمل كده مع بعض. بشجع الاهلي، اخد بالك؟ بس يعني انا عارفه ابني مش عاجبه الكلام، يعني ده اكيد يعني، وخالته مش عاجبها الكلام، بس انا فعلا بحترم النادي الاهلي، اخد بالك؟ لكن الاسماعيلي انا احبه جدا جدا جدا، وهو نادي محترم ونادي كويس جدا، واللعيبه بتاعته محترمين وكل حاجه، لكن عن نفسي انا مش عارفه اتكلم عن الاسماعيلي اكتر من كده، لكن النادي الاهلي عندي هو القمه. يعني انا زملكاوي اصلا، فانا بحب النادي الاهلي وبحب طبعا كابتن الخطيب، بحب معظم لعيبه النادي الاهلي، انا بحترمهم. هو هنا ما بتفرقش يعني، احنا كلنا اخوات واصحاب، انا عندي واحد صاحبي اهلاوي وواحد صاحبي زملكاوي، ده اسماعيلاوي وعادي يعني. بصراحه التعصب يعني مش كتير، يعني في ناس كتير متعصبين، لكن مجموعه قله يعني، انما احنا برضه بنحب الاهلي، مش بنكرهه، لا ابدا. بس المشكله بقى يعني في حاجات كده بتتعمل، ليه الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه واحنا ما بنعملش حاجه؟ يعني اذا كانت المشكله كانت مثلا مع بورسعيد، الاسماعيليه ما لهاش دعوه، فييجوا يتفضلوا في اي وقت يعني ويلعبوا، وهنشجعهم كمان، مفيش مشاكل. والله العظيم بكلمك جد، واغلب الناس كده اللي بيفهموا في كوره يعني، انما سيبك من التعصب والحاجات دي. علاقات تاريخيه ومرموقه ما بين الناديين وال